مرحبا بنات، أهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتي على اليوتيوب ميس رامي. رجعت لكم بفيديو جديد اللي هو عبارة عن روتين للعناية بالبشرة، بما أنه نحن في شهر رمضان المبارك، فالكل يحب يعتني بالبشرة ويريح البشرة من المكياج. فرح اشرح لكم بالتفصيل كيف اعتني بالبشرة بالترتيب. اكيد رح اعمل تنظيف عميق ورح اترك لكم هاي المعلومات حتى تعملوا سكرين شوت كيف تعملوا تنظيف عميق بالبيت بالترتيب من دون ما تروحوا للصالون او الكلينيك. فتابعوا الفيديو للاخير لمعرفة كيف أعمل روتين للبشرة وكيف نظف البشرة من الأعماق، وكأني رحت عند الخبراء العناية بالبشرة. أول شيء راح أعمل تنظيف مضاعف. شو يعني تنظيف مضاعف؟ هو غسل الوجه مرتين بغسول الوجه. طبعا أكيد كل واحدة تستخدم الغسول الوجه اللي يناسب وجهها، يعني إذا كان الوجه جاف أو دهني أو مختلط فلازم تستخدم الغسول اللي يناسب وجهها. وراح أعمل تنظيف مضاعف مثل ما قلت. التنظيف المضاعف هو استخدام الغسول مرتين، لكن الطريقة اللي راح تستخدموا فيها الغسول يعني ما راح تستخدموه مثل وكأنكم تغسلوا وجهكم عادي، يعني كباقي الأيام، يعني بالمي والصابون أو بالمي والغسول. فقط راح تختلف الطريقة، لأنه الاعتناء اليوم بالبشرة يعني راح نعمل تنظيف عميق، فراح تعملوا بخار لوجهكم. إذا ما كان في عندكم مثل هذا الجهاز اللي عندي، فيكم تستخدموا حمام مريم أو حمام مائي، يعني كل واحد كيف بيسميه. ومن بعده تحطوا بالبخار بالحمام المائي، تحطوا ماء ورد وتحطوا ورد مجفف. إذا كان ما في عندكم ورد مجفف وماء الورد، فيكم تستخدموا نباتات عادية مثل ورق النعناع أو الزعتر، وتحطوا وجهكم على البخار. من بعد ما تبخروا وجهكم ويتبلل كله، تحطوا مباشرة الغسول وتحاولوا تعملوا على وجهكم حركات دائرية بإيدكم، كأنكم تعملوا سكراب للوجه، يعني تقشير للوجه. وهذه الطريقة تعملوها مرتين حتى يتنظف معكم الوجه جيدا. من بعده ما تغسلوا وجهكم، فقط بللوا المنشفة بماء دافئ وامسحوا وجهكم. من بعده راح نمر لتقشير الوجه. راح استخدم هذا المقشر من فوريفر، هو يحتوي على الألوفيرا، يعني منتج طبيعي. وأكيد أكيد فوريفر ماركة عالمية أمريكية غنية عن التعريف، يعني الكل يعرفها. فأنا بحب استخدم منتجات فوريفر، يعني لو تلاحظوا بالفيديو كل منتجاتي من فوريفر. وبحب أعلمكم أنه هذا مو إعلان أو تعاون، فقط أنا بحب استخدم هاي الماركة لأنه عن جد نتائجها جيدة، خاصة اللي عندهم مشاكل بالبشرة أو مشاكل بالشعر، أي مشاكل بجسمكم فيكم تستخدموا ماركة فوريفر، لأنها تحتوي على الألوفيرا وهي منتجات طبيعية. راح أعمل تقشير للوجه شوي شوي، وأكيد التقشير راح يكون بحركات دائرية على كامل الوجه. حاولوا أنكم تعملوا التقشير خاصة بالمناطق اللي تتكون فيها الوسخ كثيرا، يعني مثل الجبهة أو الأنف، تحت أو الذقن،
فوق الفم، يعني هاي الأماكن اللي عادة ما تكون فيها أوساخ كثيرة، وعادة يعني بيكون فيها حبوب مثلا، يعني غالبا البنات يكون في عندهم حبوب بالجبهة أو بالأنف أو بالذقن، فحاولوا أنكم تنظفوا جيدا هاي الأماكن. من بعد ما عملت التقشير بإيدي وعملته بهذا الطقم المقشر اللي اسمه فوريفر، تركت المقشر لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق لغاية يعني ما يصير هيك شاحب ينشف على الوجه كله. ومن بعده بخرت شوي وجهي بالبخار وراح امسح بالمنشفة تكون مبللة بالبخار، وامسح كل البرودكت اللي عملته على وجهي. يعني بالتنظيف العميق ما رح نستخدم أبدا الماء، يعني رح نستخدم فقط المنتجات اللي تكون عندكم، فسواء كانت كيميائية أو طبيعية استخدموها، وحاولوا أنكم ما تبللوا وجهكم بالماء. إذا حبيتوا يعني تبللوا وجهكم، حاولوا أنكم تبللوه بالبخار. يعني البخار أنا استخدمته تقريبا لغاية ما انتهيت من التنظيف، من روتين التنظيف، وراح ألكم في أي مرحلة نوقف البخار. وراح استخدم هذا الماسك، ماسك التين من أرجيل أو أرجيل، يعني كل واحد على حسب اللغة، يعني الإنجليزية أو الفرنسية كل واحد كيف بيسميه، وراح أحطه على وجهي كله وأتركه حوالي 5 دقائق أو 10 دقائق إلى غاية 15 دقيقة لغاية ما ينشف كله على وجهي. يعني تنظيف البشرة بشهر رمضان ضروري جدا جدا، لأنه نكون غالبا يعني كل السنة ونحن نعمل المكياج، خاصة إذا كان رمضان بعد الصيف مباشرة، يعني ضروري جدا إنكم تعملوا هذا التنظيف العميق، تعملوه مرة ب3 أشهر أو 4 أشهر، لأنه ما بتقدروا تعملوا هذا التنظيف يعني كل شهر، راح يكون يعني راح كيف بيقولوا إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده، فرح تهلكوا البشرة من التقشير. فلهيك هذا التنظيف العميق اعملوه مرة ب3 أشهر أو 4 أشهر، وكل أكيد وكل 20 يوم أو 15 يوم اعملوا تنظيف بسيط يعني ويكون خفيف. والآن أنا أنتظر الماسك التين يثبت على وجهي. من بعد ما نشف كله مسحته بهاي المنشفة، وأكيد المنشفة حطيتها ببخار الماء حتى ما يوجعني الماسك، لأنه صار كأنه هيك عملت صار يعني ثابت جدا على وجهي، فمسحته بهذا المنشفة. ضروري جدا أنكم ما تستخدموا الماء بهذا التنظيف العميق. من بعده راح استخدم هذا الماسك ترطيب من روشان، هو ماسك يحتوي على الجليسرين، يحتوي على فيتامينات إي، يعني يحيي نضارة البشرة. وفي من هذا الماسك من فوريفر، أكيد هذا الماسك ما رح استخدمه الآن لأنه نادر جدا وسعره غالي، واستخدمه فقط إذا كان في عندي مناسبات، مثلا لما كان في عندي
لما كان في عندي حفل خطوبتي وعملت تنظيف العميق، عملت هذا الماسك، يعني استخدمه نادرا جدا لأنه صراحة ماسك رائع، يحيي نضارة الوجه وحتى أنه يفتح البشرة، يعني من أول استعمال لما تعملوه هيك مرتين 3 مرات راح تلاحظوا الفرق بوجهكم. واستخدمت الماسك الثاني من روشن وراح أحطه بهذا الطريقة على الوجه، وأكيد راح أحاول أتركه لغاية ما ينشف الماسك تماما، يعني راح أخلي البشرة تتشبع كل برودكت اللي بالماسك، يعني كل الزيوت تمتصه لغاية ما يصير هاي الورقة أو هذا الماسك يصير يعني ناشف تماما. شوفوا كيف وجهي مبلل كله بالزيوت اللي كانت على الماسك، وأكيد راح أعمل كأني أعمل مساج على الوجه لغاية ما تمتص البشرة كل هاي الزيوت أو كل هاد البرودكت اللي كان بالماسك، يعني ما رح أمسحه، رح أتركه هيك بالهواء لغاية ما تمتصه البشرة كله. وأكيد رح أعمل مساج خفيف يعني على الوجه. شوفوا كيف يعني صارت يعني خدودي يعني مو مبينة كثيرا، لكن لما طلع وجهي رح تبين معكم انه كيف صارت لونها وردي، لانه مشيت الدورة الدموية بالوجه بالمساج اللي عملته. هذا المساج رح يفيد جدا أصحاب الهالات اللي عندهم هالات سوداء وتكون يعني كثيرة، تحاولوا انكم تعملوا دائما هذا المساج بعد ما تعملوا تنظيف للبشرة، راح يساعدكم جدا في انه يعني في تفتيح الهالات السوداء اللي عندكم. شوفوا البشرة كيف صارت، وكأنها يعني كأني عملت فلتر، وأكيد خذوا راحتكم بتنظيف البشرة، خاصة إذا كان في عندكم يعني كنتوا راح تعملوا دوش أو حمام، يعني خذوا راحتكم بتنظيف البشرة كلها. يعني أنا ما بحكي على الوجه فقط، أحكي على كامل الجسم، يعني العناية بالشعر، العناية بالوجه، العناية بالجسم، يعني الروتين تنظيف كامل. شوفوا البشرة كيف صارت رطبة ونضارة وحتى انها فاتحة، يعني هذا التنظيف انا اعمله كل 3 اشهر او 4 اشهر اعمل هذا التنظيف. طبعا اذا كان في عندي هيك مناسبة يعني بحب اني اعمل مثل هذا التنظيف، وراح استخدم هذا الفيتامين، فيتامين اي، هي كبسولات يعني بتلاقوها عند الصيدليات، وراح اخذ كبسولة من فيتامين اي وراح احاول اني افتحها بإبرة وهيك أعصرها شوي شوي على وجهي، ورح استخدم واحدة فقط تفي بالغرض. وأكيد هذا الكبسولات يعني ما تستخدموها كل يوم وما تستخدموها كل أسبوع، لأنها لو استخدمتوها زيادة عن اللازم راح تعمل لكم مضاعفات بوجهكم، فحاولوا أنكم تستخدموها مرة في الشهر فقط. وراح حتى هيك بجفن العين وتحت العيون حتى اتفادى ظهور الهالات السوداء، يعني مع انه انا ما في عندي هالات، لكن
مع التعب وهيك يعني. في بنات تظهر لهم الهالات إذا تعبوا كثيرا، فحاولوا أنكم دائما تعملوا هاي الخطوات لغاية ما يصير وجهكم كأنه وجه يعني طفل. لو تلاحظوا أنا يعني وقفت استعمال البخار لأنه لازم أغلق المسامات، وراح أستخدم هذا الجيل من ألويفيرا، هو يعني علاج مرتب وعلاج للبشرة، يساهم في التقليل من الحبوب وغلق المسامات. أكيد بعد تنظيف البشرة لازم تحطوا ماء ورد أو برايمر لغلق المسامات، لأنه لو تركتوا المسامات هيك منفتحة وبعد البخار راح يتوسخ الوجه أكثر، راح تتراكم الأوساخ كلها بهاي المسامات اللي تركتوها مفتوحة. وأخيرا وصلنا لنهاية الفيديو، هذا هو روتيني للعناية بالبشرة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا من الخطوات. أكيد اعتنوا ببشرتكم بشهر رمضان المبارك. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وأكيد اتركوا لي رأيكم بالكومنت وشو حابين تشوفوا فيديو جديد بالفيديو القادم. مع السلامة.